أنا أتصور أن أغلب الأفراد لم تبلغهم قضية الإمام الحسين. إحنا إذا تمكنا أن نوصل قضية الإمام الحسين حتى إلى الأمويين، الحر ما كان أمويًا انقلب علوي، زهير ما كان عثمانيًا كان ضد أمير المؤمنين، ولكن لقاء له مع الإمام الحسين غير هذا الرجل العثماني إلى ولي من أولياء الله. وأنا وأنتم عندما تذهبون أمام مرقد هذا الرجل الذي كان عثمانيا نقول له بأبي أنت وأمي، وهب ما كان مسيحيا ولكنه احتك بالإمام الحسين صلوات الله عليه.